ما حكم وضع اللولب لمنع الإنجاب؟ لأني لا أريد الإنجاب. هذا إن كان المراد منع النسل فهذا لا يجوز، إن كان المراد تنظيم النسل فلا بأس بذلك، التنظيم يجوز للحاجة، ويكون هذا بمراجعة الأطباء. أما إذا كان يقصد منع النسل فلا يجوز هذا، قطع النسل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إلا في حالة إذا كان الحمل عليها خطر في حياتها منه، إذا حملت فيجوز قطع النسل لأجل بقاء حياتها. نعم.